كان هناك سجال وحديث كثير فيما يخص الموازنة وتفاصيل الموازنة. طيب بشكل عام يعني الموازنة متى يتم إقرارها، وهل هناك موعد محدد بخصوص هذا الموضوع؟ تفضل. أهلا هاجر، طبعا بكل تأكيد هنالك جدل حول قانون الموازنة، ولكن ربما تم فك هذا الجدل وهذا الاختناق الحاصل، الاختناق السياسي بين جميع الكتل يعني تحديد وتجريب بعض الفقرات من قانون الموازنة، إن كنا نقصد سلم الرواتب أو إن كنا نقصد الأجراء اليوميين والشهادات العليا والعقود وما إلى ذلك، حتى المحافظين واستضافة جميع الوزراء يوم 8 من شهر مايو القادم، ربما قد يتم يعني إكمال جميع استضافة الوزراء وكذلك أيضا حتى بعض المحافظين للإطلاع على يعني آخر تبعات الموازنة وإقرار يعني إقرارها بصيغتها النهائية. ربما في هذا أو في نهاية الشهر القادم قد يتم التصويت على الموازنة وعلى الاتفاقات التي حصلت بين جميع الكتل السياسية حول قانون الموازنة. أهم ما في قانون الموازنة هو تحديد سلم الرواتب، وهنالك نية من الحكومة لزيادة سلم الرواتب على جميع الموظفين الدولة على أن لا يقل أقل راتب ربما لموظف الخدمات ربما قد يصل إلى 450 ألف دينار كراتب أدنى لأقل موظف. طيب مهدي، يعني من الواضح ومن خلال الأخبار الواردة أن هناك سجال أيضا بخصوص قانون العفو العام، هناك من يريد تمرير هذا القانون وهناك من يرفض. بشكل عام مهدي حدثني، يعني قانون العفو العام أين وصلت به السبل؟ قانون العفو العام وصلت به السبل بين الاتفاقيات السياسية، كلما كان المناخ السياسي جيد وملائم كلما كان صفو العملية السياسية جيد جدا. يعني أغلب ما طرح داخل اللجنة القانونية، قبل قليل تحدثت مع النائب عن تحالف من أجل الشعب وميد محمد لعدسة والنيوز، قال أن قانون العفو العام هو عبارة عن اتفاق سياسي يبرم مع جميع الكتل السياسية. حصل هذا الاتفاق السياسي ربما في الأيام القادمة أو بعد تمرير قانون الموازنة سيكون بشكل عام، سيطرح هذا القانون، سيقرأ قراءة أولى ومن ثم ثانية ومن ثم يبدأ التصويت عليه. ولكن هناك بعض التعديلات في قانون العفو العام، هو عدم إطلاق سراح يعني المتهمين بقضايا الإرهاب والمتهمين بقضايا داعش، ربما يعني هذا الموضوع بعض الفقرات ستعدل بهذا القانون وستضاف فقرات وستحذف فقرات من قانون العفو العام. ولكن بشكل عام يا هاجر، قانون العفو العام مرتبط بتوافقات سياسية، كلما كان المناخ السياسي جيد وملائم كلما كان العفو العام يعني أكثر سرعة في تمريره داخل قبة البرلمان، وربما قد يكون بعد الموازنة مباشرة سوف يتم طرحه كقراءة أولى ومن ثم ثاني ومن ثم التصويت. نعم، وضحت الصورة من العاصمة بغداد مراسل وان نيوز مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.